صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. بنسوق ولاية نزوة. ما شاء الله اليوم السوق الحين عاد الساعة 8 ولا زال السوق عليك سلامة الله مزدحم بالعالم ما شاء الله تبارك الرحمن. الريال الطيب يبيع طواقي على 3.5 ريالات الحبة. هذا كلام آخر؟ مرة. هني اشتري وانت واقف. وانت واقف خذ لك البضاعة اللي تباها حمل كيستك وتوكل على الله. اخونا وهب الشكيل الله يعطيه الصحة والعافية. في فاي عماني. مال قريات. والمانجو؟ مال النزوة. والعنب؟ مال النزوة. والمشمش؟ جبل الأخضر. والتوت؟ والتين ما شاء الله. نزوة بعد. الله يعطيكم الصحة والعافية، هذا منتجات وخيرات البلد. ما شاء الله كلها خيرات البلد، اللهم لك الحمد. أنا ما أشتر غير ما أتأكد من السلعة. أشوف التين. أشوف. يا الله. ها؟ مرة. أحمر على كم الكيلو؟ كيلو 3.05 ريال. أنزل أنا بعطيك 3.490 ريال. قلت كم؟ شيل 3 ريال. الله يسعدك يا رب. تفضل. إحنا ما نشتري غير نشوف السكين. إن شاء الله. إيه. ها ها. كذي سالفتك ها؟ كذي سالفتك. ها؟ كيف على ضيوف عزيزين عدينا؟ الله يسعدك يا رب. إيش قال؟ إيش قال؟ إيش قال؟ تفضل. إيش قال؟ تعالوا بخير. إيش قال؟ بسم الله. بسم الله ما شاء الله الله. الحين وصلت بيتكم. الحين وصلت. ادور ثوم عماني. حيبك عماني. عماني مره مره. على كم رفع لي يا فوق؟ 800. يو والله توي جاي من المزرعه مره. ما تو. ها؟ من شهر قبل 4 شهور تقريبا. كذي كذي وما يضيع. ما يضيع. في مكانه. في مكانه. ايش عندك؟ عندي رطب. تعال تعال رطب. ايش من نوع ذي؟ رطب. خلاص غال. عندكم اللعبه. ابوي هذا كيف انت الحين تبيع وما تعرف؟ انغال ولا خلاص؟ ايش يا ابن خلاص مع النغال؟ خلاص يلا خذ لك. ها؟ اقول لك هذا لك خليه عندك. هذا بيضيعك؟ لا لا مو على كم؟ كم؟ يلا اسمع. ما عندي خبر اساعد الوالد. اشتريت لومي واشتريت انبي واشتريت برتقال واشتريت شمام واشتريت قح والتيس. والتيس شهرين تو. حلو. توكل على الله. يلا. الله يحفظك يا رب. تقول لي ابوي؟ اقول لك دائما اشوفك في التلفزيون. الله يعطيك الصحه والعافيه. امين. شو انت مثل ايش تجارتك؟ ها؟ ايش تبيع؟ ابي اشتري. هذه مهمه الحين. ايوه سلاح الابيض. للذباح. للذباح. الله يعطيك الصحه. ها؟ ايش هناك بعده؟ وغيابتنا. ها ها ها. يقولوا اللي يتبطل ما يدخل الا بدم. كانك شيبت ابوي. ها ها ها. صبرنا. الله اكبر. 18500 بيت. ها وكانك يا ابو زيد. برايك 18500. ابوي ابوي. نعم. 18500 شو؟ بيت اسمنت. الحين صار سوق نزوة حتى البيوت. حتى البيوت والعقارات. سمع العقار ينادوبه. 18500. 18500. دور ولا دورين؟ بيت عندنا بيت 75000. دور ولا دورين؟ عندنا بيت 90. دور ولا دورين؟ كم دور ما له دور؟ اسبوع اسبوعين نادي ما مشكله. ما شاء الله. اسبوع اسبوعين. لا كم طابق البيت؟ كم طابق؟ طابقين. طابقين وب 18. هذا رخيص. اصقر عليه. ايوه 18500 البيت. 18500. 500. ها 500. المكان اللي ما قدرت ادخله من الصبح من الزحمه. هلا سلم. سوق الاغنام ان شاء الله قد تكون الان الاوضاع شويه اهدى شويه كان هدى ولا زالت الزحمه. شوف العالم من الزحمه قاعدين حتى فوق. ما شاء الله تبارك الرحمن. زحمه بسوق الغنم. زحمة زحمة. وهذا المواشي كلها ما شاء الله الأبقار كلها موجودة هنا والأغنام أيضا موجودة داخل السوق. 365. وغيابتنا 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 وغيابتنا. هذا الحين دور الثيران. ها غابوا 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 غابوا. من هنا من هنا ما اعرفه. ان شاء الله تبارك الرحمن. ثيران ثيران ثيران. اللي يبون ثيران اللي يبون ثيران. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله.
هذا واللي يبون الاغنام النظيفه ما شاء الله تبارك الرحمن. سمينه 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. يا العوال من محوت. نعم. الريال قال العوال ما ينفع. لا لا العوال ما رمي كلا. هو ايش قصده؟ قصده هذاك العود القرش. نعم الغش. القرش الكبير. اما هذه سبلي. هذه صغار صغار. نعم. يعني هذا الحين صغير. نعم انا صغير. هذا بضر يعني. لا لا لا. هذا بيخلينا ذكية مرة. نعم. الله يعطيك الصحة. على كم؟ على هذه الحبة ريال ونص. بريال ونص. نعم. سلام لأهل محوت. سلام. الحين السلام عليكم. بندخل ناخذ لنا حلوى ما شاء الله. في مكان بارد، في مكان بارد وحلوني للحلوى. ايش مصانع الحلوى اللي موجوده في سوق نزوى؟ تعالوا اوريكم اياها. ايش ونبدا مع حلوات السيفي. وهذه حلوات ابن الحراصي، وهذه حلوات القصابي، وهذه حلوات الطيواني. وشوفوا الزحمه على حلوى الغضيب، وهذا الشغل في حلوات الغضيب. وهذا الله يسلمكم حلوات الحديدي، وهذه حلوات الديوانية. وعبد الله بن سلطان العوفي يقول هذه هي حلواتنا. وتعالوا واختاروا الحلوة اللي تبوها من أبناء مسعود الصبحي، وقلنا بنجرب من حلوات العوفي. الحين بنروح نزور قلعة نزوة. في قلعة نزوة يقول لكم بأن الفعاليات راح تنطلق من ثاني أيام العيد. الفنون الشعر الحين احنا أيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة مخفين موضوع الفنون الشعبية، فمن ثاني يوم العيد بتنطلق الفعاليات. عيدية شيابنا غير، احنا اليوم في سوق ولاية نزوة ويايبين لشيابنا عيدية أقمشة مهدي وعيدية من مخزن مهدي. هذا الوالد الله يحفظه ويطول بعمره. أبوي من هين يا أنت؟ واجي ابني خالد. ما شاء الله تبارك الرحمن. السؤال يقول إيش اللي في يديك؟ عوال. بس صبقوا له صبقوا له بس شوف كيف يقولوا العوال بزين. يقولوا زين. يقولوا زين. اه حال الشياب. حال الشياب الله يعطيك الصحة والعافية. أولا حاجة هذه لك أبوي من مخزن مهدي 20 ريال. وهذه قطعة قماش بتفصل فيها الدشداشة. والله يعطيك الصحة والعافية ويحفظك. سؤال صعب ولا سهل؟ سهل هذا. سهل ها؟ لا ابوي اهلا وسهلا حياك الله محمد ابو خيني. كيف حالك؟ ونعم. كيف صحتنا بحالك؟ استريح. شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ مرتاح؟ الحمد لله. انا جاي اسالك سؤال وان جاوبت لك جائزه. كيفك؟ اي ما ترى ما متعلم شيء. ما عليه ما عليه ما عليه ما متعلم. اه ابي ريح. نعم. لونه ايش داخل؟ احمر. بس خلاص بارك الله فيك. سهل ولا صعب؟ جزاك الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية. زين أبوي؟ بارك الله فيك. شوف جائزتك هذه من مخزن مهدي 20 ريال. الله يخليك إن شاء الله. وجائزتك الثانية هذا أيضا قماش. نعم. بتفصله بإذن الله للعيد من مخزن مهدي. بيع له بيع له بيع له بيع له. على كم؟ على كم؟ على كم؟ على كم قال؟ خمسة بخمسة. بخمسة؟ ثلاثة. بخمسة؟ ثلاثة. الله يهداك تعبان عليه الريال ليل نهار يشتغل. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. من هين؟ من محوت. والنعم باهل محوت. احنا جايين نسلم. مرحبا باشا. خشوم. الله يعطيك الصحة والعافية. شغلك سلم. هذه بخض بخض. هذه مخزن مهدي قدم لك هدية 20 ريال. وهذه قطعة قماش أيضا لك أنت. هذا كله لك. يا جيتي حلوة والله بحلوة. لا والله حلوة شغلك هذه شغلك. يلا. عند الوالد الله يعطيه الصحة والعافية. ابوي كيف حالك؟ من هين؟ زعل ماشي. والنعم. ايش من العسل؟ عسل السمار. على كم؟ هذا مشتري لنا على 10 ريال. وهذا مربي لنا 20 ريال. هذه مربي لنا انت ب 20. ايه. وهذا مشتري لنا؟ ايه ب 10. 12 ريال. 12 ريال. زين مخزن مهدي اللي يفصلوا الاقمشه يسلموا عليك ويهنوك بالعيد. وهذا 20 ريال لك. وهذا قماش عشان تفصل لك دجاجه العيد. الله يجزيك. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك ابوي. الله يحفظك. الله يحفظك. ابوي الله يعطيك الصحة والعافية. الله غاوي حلو. ابوي من هين ابوي انت؟ انا من هنا من الجبل. من الجبل؟ ايوه. يا بيع والله يا تشتري؟ جاي ابيع. هين بيعتك؟ الا هنا. هذين ها؟ ايوه. على كم؟ رادين هنا عن 50 و40. حد اشترى منك ولا بعدك؟ ادخلات جايتني السيارة هاي. ومروح؟ ايوه. الجبل الاخضر؟
تحت وادي سميته قال له. الله يعطيك الصحة والعافية. إيه. هذا 20 ريال عيدي من مخزن مهدي. الله يعطيك خير ورزق. وهذا ابوي قماش بتفصل لك إذا اشتري العيد. الله يعطيك خير ورزق. والله يرزقك إن شاء الله يا رب ابوي. ويبارك لك في أولادك. وكل عام وأنت بخير. آمين. الله يحفظك ابوي. الله يحفظك. الله يحفظك. كيف حالك ابوي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. اشوفك دايرين انا ابوي. كيف حالك؟ تعال ابوي تعال 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 معنا تعال معنا. اها بصور. كيف حالكم؟ اعطوني ريال. بنعطيك اكثر من ريال. اي نعم. كيف حالكم؟ الله يحفظك. احنا جايين نسلم عليكم. علوم الخير والصحه والعافيه. الله يحفظكم يا رب. ونهنيكم بالعيد. كل عام وانتم بخير. ويسلم عليكم مخزن مهدي. مخزن مهدي. اللي فصلوا الدهاديش. نعم. هذا اللي كنت ابوي عيديه. بارك الله فيك ورحمه الله. وهذا اللي كنت ابوي انت عيديه. غفر الله لكم. كل واحد له عيديه 20 ريال. جزاك الله خير. وهذه قطعه قماش تفصل لك ديداش للعيد. وايضا ابوي لك انت قماش تفصل ديداش للعيد. الله يعطيكم الصحه والعافيه وكل عام وانتم بخير. الله يحفظكم يا رب. اللهم الله. موفقين. الله يحفظكم. الله يعطيكم الخير. على كم قال اللوم اليابس؟ انا فلوس. هذا جوز؟ ايه كنا يعني يوني لومه يابس. لومه يابس هذا. الجوز على كم هذه؟ ريال. من هين؟ صيني. صيني؟ ايه ما شاء الله. انت ايش وداك الصين؟ ها؟ ايه ابوي هذه عيدية لك من مخزن مهدي. اللهم طول عمرك. وهذا ابوي قطعة قماش توصل العيد. جزاك الله خير. وكل عام وانت بخير. الله يهنيك. وعسى عيدكم خضير ان شاء الله. امين. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. السلام عليكم. ابوي كان خفت. أبي مو ده بطنكي؟ آه. بطنك هذا؟ هذا بطني. عن بورني. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ أول شيء بنبوسك فوق رأسك. ها؟ الله يحفظك يا رب. الله أمين. محمد المخيني ولدك. راعي. لا. راعي صور وراعي مسجد وراعي سويج وراعي كل مكان. الحمد لله. كيف حالك أبوي؟ الحمد لله. أنا اليوم عليك. الله يسلمك. وهنيك بالعيد. الله يهنيك. واعطيك عيديه. بعطيك جزاك من مخزن المهدي. ابغى شاب اسالك سؤال. الله يخليك. هذا العنب من هين؟ هذا من هذا صح. عنب عماني. لا لا بس بعدين بعدين. لا لا. بعدين. اولا شيء هذه هديه لك ابوي من مخزن مهدي بمناسبه العيد قماش بتفصل العيد. وهذه ايضا عيديه من مخزن مهدي 20 ريال. الحمد لله. كل عام وانتم بخير. الله بخير ان شاء الله. الحين بناكل عنب ولا نروح؟ أتوك من اعطيناه الهديه اعطانا عنقود العنب. مع السلامه ابوي. مع السلامه. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. اشكر الله. بعته؟ بعد ما بعناه. انت تنادي عليهم؟ نادي عليها. ها؟ ايوه. ولك نسبتك البسيطه؟ النسبه 6% من البيعه. من البيعه. الله عربة حاليا وريالين للحكومه. الله يعطيك الصحه والعافيه. العافيه الجميع ان شاء الله. مخزن مهدي يهنيك بالعيد. الله يهنينا ويهنيكم ان شاء الله بخير. اولا عام وانتم بخير. كل عام طيبين وصحة وعافية. وعسى عيدكم خضير ان شاء الله. ان شاء الله امين. هذا مخزن مهدي يقول لك هذه 20 ريال عيدية لك. جزاك الله الحمد لله وعنك. وهذه قطعة قماش للعيد. الله يعطيكم الخير. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بصحة وعافية. الله يعطيك الصحة. ها؟ ما بنزيد بس يسد يسد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.